احمد وانت بتمثل ما كنتش خايف؟ لا طبعا مش خايف، اني بحب التمثيل وبحب ان انا امارسه. يعني لما تكبر عايز تبقى ممثل كبير زي نور الشريف وزي محمود ياسين والناس الحلوه دي؟ طبعا امثل لغايه ما بطل اول دراما مصريه على منصه نتفليكس، صاحب الحضور السلس والمحبوب اللي قدر يخطف قلوبنا كلنا ويخلينا نتفاعل مع شخصيته في مسلسل جزيرة غمام اللي جسد فيها شخصية عرفات الشيخ الزاهد المحب للكل. مش دخلك انت في الدين، انت شايف حالك اشرف من الحب وعايز تقعد تتعلم الناس، وانت شايف ان الحب ملهوش عازة، يبقى المشكلة عندك. حبيناه في أدوار الكوميدية وأبهرنا بجد في أدوار الدراما. هو الفنان أحمد أمين، اسمه هو أحمد سيد أمين. اتولد 11 يوليو 1980 في دولة الكويت لظروف عمل والديه، وبعدها رجع مصر عشان يكمل سنين تعليمه. بدأ مشواره الفني من وهو صغير وفي الصف الخامس الابتدائي. الخجول اللي انا بحترمه جدا. اسمك ايه؟ انا اسف معلش. اسمي احمد. احمد صوتك واطي يا احمد ولا مجهد من العرب؟ طبعا مجهد، طبعا شيء هادي بسيط. بتحب التمثيل وبتحب تمثل؟ يعني لما تكبر عايز تبقى ممثل كبير زي نور الشريف وزي محمود ياسين والناس الحلوه دي وسعيد مصطفى؟ طبعا امثل لغايه ما ممكن. وخلال دراسه اخوه الاكبر في فنون جميله كانت في فرقه اسمها فن اتيلي المسرح، وعشان اتعود على التمثيل قدام اسرته في البيت قرر اخوه انه ياخده معاه الجامعه، واشتغل مع بيومي فؤاد وماجد الكدواني اللي كانوا ساعتها طلبه بالكليه، ومن ساعتها قرر انه مش هيسيب مجال المسرح للابد. شارك بعدها في فرقه تحت ال 18 وعمل عروض تحت الثقافه الجماهيريه، وبدا كمان في الاخراج وهو عنده 15 سنه من خلال عرض فنان تجريبي، واتكتب عنه في الصحف كاصغر مخرج، وبعد كده التحق بكليه الفنون الجميله ومثل مع خالد جلال لما جه مصر قبل ما يفتح مركز الابداع، وشارك معاه في مجموعه من العروض، وساب التمثيل لفترة بعد تقديمه مسرحية يا مسافر ليل. اتجه للعمل بصحافة الأطفال في مجلة باسم وقدر يبقى رئيس تحريرها، بس ساب الصحافة بعد 10 سنين من شغله فيها وكان عنده ساعتها 35 سنة، بعد ما حس إن زمايله كملوا مشوارهم واتشهروا كمان وهو قاعد يعمل كوميكس. ساب الشغل وما كانش عارف يبدأ إزاي، قعد يفكر لحد ما جات له الفكرة إنه يربط الموبايل في كرسي السفرة ويبدأ بفيديو إزاي تزوغ من البيت في 30 ثانية، وهنا كانت البداية. وقدم بعدها فيديوهات كتير كانت السبب في شهرته واللي أعجب بيها الراحل دكتور أحمد خالد توفيق. وبفضل الشهرة دي بدأ يشتغل بقناة النهار عشان يبقى مقدم لبرنامج البلاتو، وتوالت أعماله بعدها لحد ما وصل إنه يبقى بطل أول دراما مصرية على نتفليكس. والأجمل من كده إن الدراما دي كانت إحياء لسلسلة ما وراء الطبيعة للدكتور أحمد خالد توفيق، ومن أعمال أحمد أمين البلاتو، الوصية، بدل الحدوتة 3، أمين وشركائه، وما وراء الطبيعة، وجزيرة غمام. وفي فترة لما كان بيشتغل في الصحافة كان بيكتب سيناريو وعمل بسنتو دياستي والقبطان عزوز وكراكيب، وتعلم العزف على الكمانجا والبيانو والجيتار والمندولين والعود وغيرهم من خلال المدرسة وأخته. كونها دكتورة في التربية الموسيقية والمواهب المتعددة دي ساعدته في التمثيل، وأكد أمين إنه ممثل وكل أعماله ومواهبه في المجالات الأخرى هي إضافات لي من الممكن تنميتها في حالة الاستفادة منها في التمثيل، وما بيفضلش إنه يكون مذيع. ورجع أمين الفترة اللي فاتت لعالم الديجيتال وقدم الفاميليا، أول أعمال على السوشيال ميديا بعد غياب دام 4 سنين، بعد ما عرفوا جمهوره في بداياته من سلسلة فيديوهاته الشهيرة 30 ثانية والبريك على اليوتيوب، وفيها سلط أمين الضوء على علاقة الأباء بالأبناء من خلال حلقات الفاميليا في تجربة فريدة بتناقش عدة مواضيع أسرية تتمحور حول دور الأب وضرورة تفعيله داخل البيت بشكل مختلف وعصري يواكب الجيل الحالي. ومن الجوائز اللي حصل عليها أحمد أمين جائزة أفضل برنامج كوميدي في مهرجان الفضائيات العربية عام 2017، وجائزة أفضل برنامج كوميدي في اتحاد المنتجين العرب عن برنامجه البلاتو 2017.